بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا هو بينقل حديث جابر في الحج، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصحح أو يعني بنعدل المعلومة، هو النبي صلى معنا هو عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة، صلى العصر في ذي الحليفة وصلاها قصر، وبات صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، استيقظ وصلى الفجر. هي دي بقى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اللي هو عند ذي الحليفة، ثم ركب القصواء، القصواء اللي هي اسم ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء منطقه بعد ذو الحليفة دين رايح على رايح على مكة، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حد يعرف يعني إيه أهل؟ كلمة أهل بالتوحيد؟ لا، أهل يعني رفع الصوت بالتوحيد، الإهلال رفع الصوت، فأهل بالتوحيد رفع الصوت بالتوحيد بالصيغة المعروفة لبيك اللهم لبيك، حتى إن الهلال اسمه هلال علشان الناس لما يرون الهلال يرفعون أصواتهم استبشارا، يبقوا فرحانين بوجود الهلال. طيب، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني الكلام ده ما كانش الناس على نفس الصيغة، أو مش كل الناس على صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لبيك اللهم لبيك بالصيغة المعروفة، بس كان منهم اللي بيلبي بصيغ مختلفة، يعني منهم اللي بيقول لبيك اللهم إن العيش عيش الآخرة، دي صيغة تلبية، ومنهم اللي بيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فدي من الصيغ اللي الصحابة كانوا بيلبوا بها، ومنهم اللي كان بيقول لبيك اللهم لبيك والخير بيديك والشر ليس إليك، نحن منك وإليك، نحن الوافدون إليك، الراغبون فيما لديك، ونحو ذلك من الصور. فسيدنا جابر بيقول في الحديث إيه؟ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم، ما لهمش ده غلط، التزموا بتلبيتي، إنما هو ولزم رسول الله تلبيته عليه الصلاة والسلام. فلو شفت حد بيقول بتلبية مختلفة على اللي بتسمعها، لا حرج، الأمر واسع والتلبية واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نية الصحابة وهم طالعين يحجوا الحج فقط. ليه؟ لأن كان زمان يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. الأول لازم تعرف إن في حاجة اسمها أشهر الحج. إيه هي أشهر الحج؟ الأشهر المخصوصة للحج ثلاث أشهر، إيه هما؟ ذو القعدة وذو الحجة وشوال، دي اسمها أشهر الحج. العرب قديما، تقول لي قديما، هو العرب كانوا يعرفوا الحج قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كانوا بيحجوا، وكان لهم طرق معينة في الحج مختلفة عن حج الإسلام. طب كانوا بيحجوا لمين؟ لربنا. بيحجوا لربنا أمال ليه ربنا أرسل الرسول؟ لأن كانوا بيشركوا مع الله آلهة أخرى، كانوا بيتخذوا الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، ولذلك هم لما كانوا بيلبوا، كانوا بيلبوا في الحج، نعم، كانوا بيقولوا إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
فعشان كده جابر قال ايه؟ أهل بالتوحيد. ده شرك، ده أهل بالتوحيد، مفيش إلا ومفيش استثناءات، العبادة لله وحده. فهم كانوا عارفين ربنا، العرب وأبو جهل وأبو لهب، بس ما كانوش بيعبدوا الله بشكل صحيح. عشان كده الناس تقول لك يا عم النصارى بتعبد ربنا، قال يا ايوه بس بيعبدوا الله بشكل غير صحيح، هم كفار لانه بيسيئوا للانبياء وبيسيئوا الى الله ونحو ذلك. فهم برضو كانوا بيتاخدوا وسائط وشفعاء، فده حج باطل واعمال باطله، وكانوا بيحجوا عراه، وكانوا بيسقفوا ويصفروا، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، ودي عباده دي. فده جه الاسلام وعدل هذه الاوضاع الفاسده. ومنها بقى او من الامور اللي كانوا بيعتقدونها ان ما ينفعش تعتمر في اشهر الحج، يعني حرام 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 تعمل عمره في ذي القعده او ذي الحجه او شوال. الصحابه فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم على نفس هذا المنوال، مفيش عمره احنا رايحين نحج، بس النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم لا، اللي احنا بنعمله دلوقتي عمره وهتتحللوا من العمره بعد كده هتحجوا زي معظم المسلمين ما بيعملوا، وزي ما هنقول دلوقتي. المهم قال جابر لسنا ننوي الا الحج، لسنا نعرف العمره، احنا رايحين نحج ناويين الحج مفيش عمره. حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن. اول حاجه بتعملها لما تخش الكعبه بتطوف. تطوف منين؟ من الركن. الركن اللي هو الايه؟ الحجر الاسود. طبعا انت مش هتلاقي الحجر الاسود قدامك كده، لا ده انت بينك وبينه مسافات. ففي لون اخضر عند في المسجد الحرام بيقول لك ان المكان ده، وانت اول ما تقرب منه كده بقى انت ايه قربت من الحجر الاسود، عشان تبتدي تعد الطواف من عند الحجر الاسود. فبتستلمه، طبعا مش هتعرف تستلمه غالبا، مش هتعرف تلمسه ولا تقبله، ولكن بتشير بقى ما دام مش عارف تستلمه تشير اليه، وبتلاقي الناس بقى بتقعد تشير وتعمل باي باي وتبوس ايديها لكنها بتودع زمايلها، لا تشير إشارة فقط، ما فيش اللي هو بقى يعني أنا كان نفسي بس مش قادر، لا إشارة تعبدا لله عز وجل. استلم الركن فطاف سبعا، تطوف كم مرة طبعا زي ما عارفين سبع مرات. فرمل ثلاثا ومشي أربعا، يعني إيه رمل؟ أسرع. يبقى السنة في الأشواط الثلاثة الأولى اللي أنت بتسرع. طب ليه بتسرع؟ ايه قصة الموضوع؟ الموضوع ان في عمرة القضاء، يعني عمرة القضاء؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يعتمر فقالوا لا مش هتعتمر، قريش وقفت الناس وقالت له احنا مانعوك وصدوك عن العمرة. ليه كده يا جماعة اننا خرجنا للعمرة؟ لا مفيش عمرة. وعملوا معاهدة وصلح اسمها صلح الحديبية، وقالوا له واحد اثنين ثلاثة، فقال لهم على ان تخلوا بيننا وبين البيت الحرام، قالوا لا ولكن يكون هذا في العام المقبل. تعجرف بقى وشدة وغطرسة، لكن النبي قبل عشان يحصل هدنة ويحصل نوع من الدعوة بدون قتال وبدون دماء. وبالفعل انتشر الإسلام كثيرا بعد صلح الحديبية. فالعمرة بقى اللي هي لما قالوا لهم لا السنة اللي بعديها فاسمها ايه؟ عمرة القضاء. فالمشركين قالوا ايه؟ قالوا يا عم الناس دي تعبت تعبانة بقى، وهنتهم حمى يثرب. فالنبي عشان يقول لهم لا بينوا للمشركين اللي انتوا لسه اقوياء وانتوا بتطوفوا في العمر بقى، اول ثلاث اشواط اسرعوا امشوا بهمه ونشاط وصحه، وفي اربع اشواط تمشوا عادي. فدي فكره الرمل الثلاثه في الاشواط الثلاثه الاولى، وبعد كده بتمشي في الاشواط الاربعه اللي بعد كده. طبعا انت برضو في الزحام صعب اللي انت تسرع، هو برضو هتمشي بنفس الوتيره، لكن عندك نيه لو في فرصه ان انا اسرع هأسرع تطبيقا للسنة. آخر حاجة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، هتلاقي طبعا مقام إبراهيم واضح جدا قريب من الكعبة. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى النبي هيعمل حاجة دلوقتي، هيصلي ركعتين، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، واخد المقام سترة لي وبيصلي. طبعا برضو أنت مش هتعرف تقرب من المقام أو فبيتقرب بمحاذاته أو يكون هو سترة لك أو بتتجه إليه. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. السنة في الركعة الأولى تقرأ قل هو الله أحد، والركعة الثانية أو الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد.
ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج بعد ما طاف بقى 7 أطواف، خرج من الباب إلى الصفا. عمل إيه بقى عند الصفا؟ هنعرف في المرة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلي بالك هو قال بعد كده ثم رجع إلى الركن، دي سنة مهجورة. يعني بعد ما بتصلي عادة الناس بتصلي ركعتين اللي هو عند المقام ويروح على طول على الصفا، السنة تروح تستلم الركن، سنة مهجورة الآن، الحجر الأسود، وتروح بقى على الصفا، ما تروحش على الصفا من بره بره. طبعا مش هتعرف تستلمه، بتشير إليه وتتابع الذهاب إلى الصفا. تشير إليه وتروح بعد كده إلى الصفا، تكمل مماسك الحج والعمرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.